شكرا لكم على هذا الحضور الإعلامي المكتف. أولا نحن في قيادة حزب تقدم الاشتراكية مسرورون بهذا اللقاء الذي جرى مع الأستاذ عبد الإله بركيلان رئيس الحكومة المعين ومع قيادة حزب العدالة والتنمية. كانت هذه مناسبة لنؤكد على تهنئتنا لحزب العدالة والتنمية على نجاحه العميق الكبير في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، وهذا فوز للديمقراطية المغربية. ولذلك هنأنا كذلك أستاذ عبد الإله بن كيران على تعيينه كرئيسا للحكومة، وعبرنا له عن تمنياتنا بالتوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية. بالطبع اللقاء كان أخويا جديا عميقا، تبادلنا فيه الآراء حول الآفاق المستقبلية وحول إمكانية أن يساهم حزب التقدم والاشتراكية في هذه التجربة المقبلة، وكان لنا نقاش في جوانب متعددة تهم الحزبين وتهم كذلك أحزاب الكتلة الديمقراطية في أفق ما يمكن أن يصاغ من تجربة مستقبلية. سنواصل المباحثات فيما بيننا في الأيام القليلة المقبلة، عسى أن نتمكن من إفراز ما هو في صالح بلادنا وما يمكن من إعطاء الأولوية لخدمة المصلحة العليا للوطن وللشعب. هل أنتم موافقون مبدئيا بالمشاركة في هذه الحكومة؟ هذا الموقف سنتمكن الآن بعد هذا اللقاء من التعمق فيه أكثر. لنا اجتماع للديوان السياسي للحزب غدا صباحا، وسيكون لنا اجتماع في الأيام القليلة المقبلة للجنة المركزية للحزب لنتمكن من اتخاذ الموقف النهائي من هذه المسألة. في حالة عدم مشاركة باقي مكونات الكتلة، هل ستشاركون أنتم وفق اتفاق أو القرار الذي ستتخذونه؟ ما نتمناه وما سنسعى إليه وما كنا دائما في حزب تقدم الاشتراكية نسعى إليه هو أن تظل أحزاب الكتلة موحدة بالنظر للمهام التاريخية المطروحة عليها، وبناء عليه سيواصل حزب تقدم الاشتراكية مجهوداته ابتداء من يوم غد من أجل أن يكون للكتلة الديمقراطية موقف موحد. وعلى أي حال سيظل قرار حزب تقدم الاشتراكية هو قرار مستقل سيتخذه في هيئته التقريرية الوطنية. شكرا لكم. C'est pour rappeler un clair. Alors l'objectif un peu sur le propos de ces discussions que vous avez eues avec Monsieur Abdelhamid. Nous avons eu des discussions sereines, sérieuses. Avec Monsieur Abdelilah Ben Kiran, avec la direction du Parti de la Justice et du Développement, ça a été l'occasion pour nous de leur réitérer nos félicitations pour la victoire du Parti de la Justice et du Développement lors de ces dernières élections. De manière générale, nous considérons que c'est une victoire de la démocratie marocaine. Et nous avons eu l'occasion également, lors de cette rencontre, d'échanger nos points de vue sur l'expérience à venir. Et de voir dans quelle mesure nous pouvions ensemble participer à une expérience gouvernementale. Le Parti du Progrès et du Socialisme aura tranché sur cette question lorsque ces instances nationales se réuniront. Nous avons bien sûr la nécessité de consulter également nos partenaires de la Koutla démocratique, car notre grand souhait, c'est que la Koutla démocratique demeure unie, parce que nous considérons qu'elle a encore un rôle historique important à jouer dans la consécration de la démocratie marocaine et dans l'émergence d'un développement économique et d'une justice sociale plus importante dans notre pays. Merci. Moi aussi j'ai quelque chose. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Idan liyoum tcharafna bizziyara dial l'ikhwan dial hizb taqaddum l'ishtirakiya. Wa qult lhom chi hwijat basita wa sa ukarriruha lakum. Taban تكلمنا وذكرنا على كل ما يمكن ان تتصوروه من يعني امكانيه التحالف والى اخره والكتله، ولكن قلت لهم ما قلته للاخوه الاتحاديين، قلت لهم اذا كنتم معي يعني معي في الحكومه معنا في التحالف الاخوه الاتحاديين غادي يكونوا
اكتفي سخان بكم. وما جانيش زعما يناسب في هذا الوقت الخروج لمعارضة هذه الحكومة، ما جانيش أنا، ما جانيش، لأنه كاين شي أحزاب كلشي المغاربة كيشعروا بلي عندهم فيها نصيب. طيب، وأما بخصوص الإخوان ديال التقدم الاشتراكية، قلت لهم أنا كننظر لكم على أساس الوزن ديالكم، والتاريخ ديالكم، والمكانة ديالكم، والجدية ديال الرجال ديالكم. صحيح الديمقراطية هي أرقام، ولكن لا يمكن عند العاقل أن تقول أرقام فقط. واش كيتذكر ملي السي علي عطا الله يرحمه كان بوحدو في واحد الوقت في البرلمان، وكان الأثر ديالو التدخلات ديالو عندها واحد الوزن سياسي وفكري وثقافي أكثر من بزاف ديال المجموعات. هذا كلام طبعا انا مقبل على التحالف وحريص باش يجيو معايا، ممكن تعتبر فيه يعني مجامله ولا هذا كلام صادق، اقوله صادقا. طبعا انا كنعرف باللي كاين بيناتنا اختلاف في الايديولوجيه داكشي، ولكن كيضرني قلنا واحد الكلام وقع عليه اتفاق ان هذه المرحله هذه ماشي ديال هذا الشيء. هذه المرحله بحال خرجنا من الديمقراطيه المتحكم فيها، ماشي ما عمر كانت عندنا ديمقراطيه، ما كان عندنا والو، ما نكونوش حنا موجودين. كان عندنا ديمقراطيه في المغرب، كان عندها واحد الديفو متحكم فيها. مع هذه الانتخابات كنشعروا بلي هذا التحكم يزال ينقص الى درجه كبيره. دابا خصنا نتعاونوا نقادوا الملعب ويوليوا الناس كيفهموا اش كيوقع في هذه ارض الله الواسعه، وصافي ونكونوا فضينا مع الاشكاليه الديمقراطيه، ونضنا نخدموا بلادنا في اطارها باش تطلع. الى تجاوزنا هذه المرحله، هذه المرحله اللي كنتكلموا عليها ديال نصفيو الخلافات وتقادوا الملعب ويولي كل شيء كيعرف راسو اش تيدير الاخره. وديك الساعات شي مشى للمعارضه شي مشى للاغلبيه يبان عادي. اليوم كاع اللي كتحركوا نوايا حسنه وخيره وحريص على البلاد وغاير عليها، اذ كان قولنا المكان ديالو اليوم هو نكونوا مجموعين باش نوصلوا لشي نتيجه. ووقع توافق على هذا التحليل.